كثر في روسيا وربما في العالم لا يتخيلون اليوم حاكماً في الكرملين غير فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين. كثر أيضاً ربما نسوا كم ولاية في حسابه الرئاسي ومستعدون بل ومقتنعون برؤيته ممثلاً لموسكو في الداخل والخارج إلى غاية 2036. القصص التي حيكت حول جاسوسية بوتين وهو الذي بدأ مشواره المهني من أسفل السلم في الكي جي بي جهاز المخابرات الروسية لم تعد تبهر بقدر ما يبهر مشواره السياسي. فكم من العامة يعرف أن بوتين هو الرئيس الثاني لروسيا الاتحادية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. كثر في روسيا وحتى في الغرب العدو اللدود لبوتين يشهدون بأنه أعاد للاتحاد الروسي شيئاً من مجده الخالي منذ بات رئيساً في العام 2000 خلفاً لبوريس يلتسين الذي استقال بشكل مفاجئ في العام 99-900 وقبل نهاية فترته الرئاسية. كانت صدمة قوية للروس وللعالم، في خضمها قدم يلتسين للجميع شاباً نحيفاً كان قد تدرج في مهام عدة في القصر الرئاسي ليكون خليفته فلاديمير بوتين. هل كان يعرف الرجلان ما الذي سيحدث بعد مصافحتهما الشهيرة؟ هل كان يلتسين الذي طرد الشيوعيين ونبذ فكرهم يتصور أن الخلف الذي اختار سيعيد لساحات روسيا صور جوزيف ستالين وسيتغنى بأمجاد الاتحاد السوفيتي المنهار؟ الأكيد أن الشاب في تلك الصورة بنظراته الثاقبة الهادئة كان متيقناً من الطريق الذي سيسلكه. مع الاتحاد الأوروبي الجار عرف من أين تؤكل الكتف، فارتبط به بعلاقة وثيقة عنوانها الطاقة. باتت روسيا أكبر مورد للنفط والغاز لأوروبا، وعانت الأخيرة الأمرين لتغيير مصدر دفئها ومشغل محركات صناعتها بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. بداية عهده كانت قوية تعطي لمحة عن الرجل الذي يهابه الغرب اليوم، ففي العام 99 دخلت القوات الروسية بشكل خاطف إقليم كوسوفو، وفي العام نفسه غزت الشيشان وضمتها للاتحاد الفيدرالي الروسي. من يسأل اليوم عن سبب الشنآن بين روسيا والغرب لن يكون مضطراً للعودة بعيداً في التاريخ. العام 2008 عام تداول سلمي للسلطة في روسيا طبعاً بين هلالين، فالرئيس ديمتري ميدفيديف ليس إلا صديق بوتين الصدوق. تبادل الرجلان الأماكن في الكرملين ورئاسة الحكومة، لكنهما اشتركا في حكم البلاد، وفي هذا العام بدأت المتاعب. من جهة، محاولات انفصالية في جورجيا استدعت تدخلاً عسكرياً روسياً في أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، وقمة لحلف الأطلسي في بوخارست زرع خلالها الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش الابن بذور الحرب الروسية الأوكرانية التي نعيشها اليوم بإعلانه فتح باب الحلف على مصراعيه لتبليسي وكييف. لم يكن بوتين الذي عاد لسدة الحكم رئيساً منتخباً في 2012 لينتظر أن يفيق يوماً بحدود بلاده ملتصقة بحدود حلف الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي. الحملة الأولى كانت في 2014 بضم شبه جزيرة القرم التي كانت له فيها مآرب أخرى، وهي الحصول على منفذ بحري آخر يجنب روسيا الكساد في فصل الشتاء الذي يجمد كثيراً من موانئها. وفي 2022 جاءت الحملة الثانية لضم الدونباس أخصب أراضي أوكرانيا سلة غذاء أوروبا. عدو لدود للغرب وصاحب علاقات متأرجحة مع إسرائيل وتركيا وصديق حميم للرئيس الأمريكي السابق المستعد للعودة إلى البيت الأبيض دونالد ترامب، بوتين شخصية مركبة تحمل ندبات الوحشية النازية وأطلال المجد السوفيتي وأحلام بعث روسيا قيصرية يكون هو قيصرها الجديد.